الليبي بهدف نجم كبير لقدم الرومي اللي كان في الدور الاول. المواجهه الثانيه كانت في عام 88 في الدور الاول، المغرب فازت 1-0 في الدور الاول، وفي مباراه تحديد مركز الثالث المنتخب الجزائري تمكن من الفوز بواقع ركلات الترجيح. زايري زايري سدد الكره قبل التنفيذ، بالول والكرة تعرض عارضة بقليل، كوري مغرب إلى ركلة مرمى، جمهور المغرب على خطى منتخب عام 90 اللي نال لقب التاج الأفريقي على حساب نيجيريا، محاولة رأسية وكرة عند عنتر يحيى، عنتر يحيى كاد أن يكتب عنوان بالماضي، يلعب كرة قصيرة، كواوي أقرب أقرب لأرضية الملعب، وابي يرسل كرة طويلة، زايري يايا للمختار يسدد، قواوي تابع وبعدها القواوي بكل امتياز في محاولة ميرمتر، يرسل كرة طويلة ومحاولة خطيرة، قواوي تابع وفرصة تضيع للمنتخب المغربي، فرصة سهلة للتعديل، فرصة التقدم للمنتخب المغربي أمام الإعادة، شماخ مرر تدخل من الزايري في مرة أولى الكرة التاريخ، في غياب المتابعة والركراك الذي يقوده جون مرر، ركراك عطية ومحاولة خطيرة، مختار عطية ومحاولة خطيرة، تسديدة من جانب العرض، وشوف مغربي خطير، قادر المنتخب المغربي أن يفتتح باب التسجيل، حسين عاشو حسين عاشو حسين عاشو نقلات من جانب المغرب في وجوه منطلقة سريعة وكرة عرضية، إمكانية للتعديل، هدف التعديل عن طريق مروان الشماخ، مروان الشماخ في هذه اللحظة في الثواني الأخيرة يتمكن من التعديل في كرة نهائية، شماخ استقبل وسدد الكرة داخل شباك قواوي،